صباح الخير، صباح الربح، صباح النور، صباح السرور. نساكم تنسوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالصحيحه والسلامه. اللي عنده العشيه مس الخير عليه، اللي عنده الصباح صباح الخير عليه. كي بقيتي ولاباس؟ كيبقاو نميمات. نتمنى الله يكون كل شيء على خير في صحه جيده. مرحبا بالقدام، مرحبا بالجداد، مرحبا باللي عاجين في الطريق. الا كنتي وعد ضميتي والقناه مرحبا بكم، وديروا بكم على ابوني باش يبقى وصلكم الجديد. الى عجبكم الفيديوهات ما فيها باش تفرقوهم لي باش تكبر القناه باش نزيدوا القدام. وتنشكر اللي تسجيل غير على القناه كلهم، واللي مسانديني واللي مبادين معايا من الاول، هما تيعاونوني على القناه، قناتي وقناتكم. الصراحه اليوم كما تتشوفوا باش نديروا تحت طلب ديالكم مغربه البهله ديال زمان، ما فيها شي ديك الزيادات يعني كيف كانوا تيديروها زمان. الاصليه 100% كما تنقول لكم، ما تنقولش من ديك الحاجه مراسي. المهم تنتمنى على الله يعجبكم الفيديو وتستافدوا، وندوزوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ونبداو نصوبوا غريبه البهله ديالنا. ايوا نبقاو مع بعضياتنا ونشوفوا الصباح دابا بعدا كي داير. انا راني بكرت فوالا. قلنا هاد النهار باش نديرو غريبه البهله ديال زمان طبيعيه، يعني ما فيهاش قوه، ما فيهاش ديك الاضافات اللي بداو تيزيدوا لها دابا، ديال الزمان القديمه القديمه. نسموها البهله حيت ما تتجمعش. باش نوريكم، عندنا 500 غرام ديال الفرس ديال الدقيق، 500 غرام. عندنا 100 غرام ديال السكر الكلاصي، عندنا جوج ديال الخمارات، عندنا كاس ديال الزيت ديال كاس اللي تنشربوا فيه اتاي، انا ما عنديش ديك العنبه عامره بالزيت. وعندنا نص ديال الزبده، الزبده اللي كانوا شحال هذه تيشريوها من ديك السوسي، واللي ما كانش كان تيدير لها الزيت ولكن تنديروا لها الزبده. عندنا جوج معالق ديال السمسم الجنجلان، هذه غريبه ديالنا ديال زمان القديمه. عندنا طريقه ديال السمن بتعطي واحد النكهه رائعه، هذه اللي كانوا تيديروا زمان. عندنا عاود طريقه ديال القرفه، العسل، العسل القرفه مع السمن تعطي واحد النكهه تجي رائعه، تجي ما شاء الله. هي هذه ديال هذا هو، هذه هي لا غوسيط ديال زمان ديال جداتنا اللي كانوا تيديروها، وديال مواتنا الله يرحمهم. وكيف ما تتعرفوا ما تنقبضش ندير الحاجه من راسي، راه قديمه هذه الوصفه. باش نبداو دابا بسم الله باش نديرو الطحينة، باش نبقى نديك الطحينة نغربلها. فوالا تنغربلو الطحين، لابد باش تدخل فيها الهواء باش تجي كما تنقولو مفقعة، ماشي تجي يعني مشققة. كل واحد ولهجتو، حنا تنقولو لها مفقعة. فوالا تنغربلو، تنديرو طريقة ديال الملحة باش تجي على طيبة شوية مع السمن المالح، على طيبة الملوحة والحلاوة. فوالا دابا تنزيدو السكر كلاصي، 100 غرام سكر كلاصي تا هو تنغربلو.
هلا تنزيد ديك جوج ديال الخمارات حتى هما تنغرب لهم. صافي الصلاه على النبي، نخلط هذا الشيء هكذا. تنديروا جوج معالق ديال الزنجلان هما هادو، تنديرو طريقة ديال السمن باش تيعطيها النكهة السمن البلدي ديال ناد المغرب، تتعرفوه المذاق ديالو وريحتو تيعطي يعني رائع. هادي هي غريبة تقليدية زمان الزمون. تنديرو طريقة ديال القرفة ماشي بزاف باش تتعطيها واحد النكهة تتجي غزالة. الصلاة على النبي. تنزيدو كويس ديال الزيت كيف ما قلنا، كاس ديال اتاي عامر بالزيت انا احتياطا باش نخلي قطيره نشوف. تنزيدو نص كاس ديال الزبده ديالنا، قديم كانوا تيجيبو ديك الزبده من عند السوسي من عند مول الحانوت غزاله، ديك الزبده كلشي تيعقل عليها فيها واحد المذاق رائع. فوالا دابا باش نقولو بسم الله ونبداو نخلطو، راه ماشي صعيبه وماشي يعني نقولوا شي حاجه، ولكن في المذاق تجي. هذه هي الغريبه البهله الاصليه كما قلت لكم وعاودت، اللي تتصلح تتكون يعني عندنا مثلا غريبتنا معروفه، هذه تتكون في السابع تتكون في العراسة تتكون، هي من وحدات العادات والتقاليد ديالنا المغربيه الفاسيه. شتي وراه القياس هو القياس، انا ماشي نكمل قياسي باش ما نكونوش شي. فوالا الصلاه على النبي، قياسنا هو هذا. هي ماشي نحيد هذه الزبده، هذه حرام تضيع. قلنا كاس ديال الزيت نص كاس ديال الزبده، نيت انت داكور. فوالا وماشي نكملوا دابا، تنبقاو تنجمعوها. علاش قالوا لها البهله؟ حيت ما تتجمع شي دغيا سبحان الله. تنبقاو هكذا نورمالمون، تنبقاو نديرو لها هكذا يديتنا بيدينا او هكذا. شتيوها بدات تتجمع، ما تتكون شي جارية على فكرة، هكذا تتكون ملي تنجمعوها بين يدينا. مع الكفوف يدينا تيكونوا سخانين تتجمع. الله لا ريحة فيها. فوالا باش نحيد داكشي ونجيب الطبايصل فاش نجمع هكذا، تتبقى تنجمعوها. شفتيوها دغيا دغيا تتجمع. فوالا ندير نجيب الطبايصل فاش ندير ونكملو. فوالا دابا باش نبقى نجمع
نورمالمون خص هذيك الطبيصلات المبوقين هي علاش تتجي غريبه البهله ديالنا ديال فاس، ولكن انا كما تتعرفوا انا بعيده في بلجيكا ما عنديش حتى نهبط للمغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم ونجيبهم، نجيب الطبيصلات بحول الله. صافي تنبقى تنجمع قياس يدي هكذا، العبار هو هذا وتنجمع. تندير لها هكذا فوالا، هي هادي، وتنحطها تنشعلو الفرن على درجة 180 وتنحطوها في الوسط. والتسخير من الله دائما. شتي قياس قرطنا هكذا و باش تيجينا القياس تبدا تتسخن في يدينا، تتبدا تنديروا لها كيف ما كان باش كيف ما قلت لكم تنقولوا لها البهله ما تتجمعش دغيا، خصها الخدمه باش تتجمع حيت عارفين البهلان ديالنا ديال فاس. هي ملي تنديرو على داك الطبيصل المبوق تتهبط تتجي مغرفة. فوالا تنبقاو تنكمل الطبيصل ونرجعو مع بعضياتنا. دابا دخلوا عليها بقاو تزيدوا عليها ويزيدوا 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 تضيعوا لها الهويه ديالها، ما هي البلديه الزمنيه القديمه هي هذه. صافي كانت تصيبوها في كل دار تبارك الله تتكون ديك الطبيقه ديال الفضه مقببه دائما تتكون هي، وتتكون ديك غريبه ديال السميده معها الكوك، تيكون ديك الشكيطو بعد النوبات ماشي كلشي، كل مره تتكون الطبيقه عامره بشكل مقبه غريبه البهله مقبه بشكيطو، ما كتكون عامره بديك غريبه ديال السميده ديال الكوك باش ملي تيجيو الضياف على غفله تيسيبو دائما المراه متوله، دائما تتكون المراه عندها تبارك الله كلشي في الدار، حيت عيالات زمان كانت اللي تخدموا فرمليات راهم تيخدموا، كانوا المعلمات كانوا تبارك الله السادات كانوا وظافات، ولكن ماشي بزاف يعني في زمان والمرأة اللي تتكون جالسة في الدار مقابلة الوليدة تبارك الله تتصيبها تتسالي وتتكون ديما متولة، وتتكون تتسالي في العشية تتخدم الصنيعة ما تتبقاش من دار لالا لدار سيدي، كانوا تبارك الله الصلاة على النبي ديك الشي ديال وي، وما كانوش هما اللي تيمشيو يجيبوا الصنعة لا لا لا، كانوا محترمين معزين مكرمين، كان المعلم تيصيفط المتعلم تيحط الصنيعه في الباب وتيدق في ديك الخرسه الكبيره دق 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 مثلا ثلاثه دقات تتعرفوا المعلم تيحط لها ديك الصنيعه في الباب وصافي تيمشي تيمشي تتكون هي عاوتاني الا سالت الصنيعه تتكون حطها تتخرج تحطها وعاوتاني تتهز ديك تتهز صنيعتها وتتولي تشد البيبه وعاد هو عاوتاني تيولي يهز ديك الصنيعه اللي خدمت هي. ايوا كلشي دابا تبدل، ولكن سبحان الله كان السر. فوالا باش ندخل هذيك الفقار ونكملوا. ايوا شتي على الذكريات فكرتوني في هاد الغريبه دابا البهله، واسترجعت مع هاد الذكريات، تتكون ديك لالا تخصها في الداخل، كاين اللي تتكون عنده ديك التوسه في قلب الدار
باش يكون ديك العقل على دره، باسيدي عندها ديك التوته وديك الخصه وتتهرهر ديك الصوت ديال الماء كنا تنخافو صغارين، وغزال الدنيا وتيكون كاين اللي تيكون عنده ذكر الله تيكون في قفص ديك اللي تيذكر. ايوا الايام الصراحه سي دوماج ما تيخليناش اليوتيوب نحطوا الاغاني، ما كنحطيت لكم ديك سيدي مولاي ديال القصيده ديال دملي جزهيرو اللي تيدور فيها على فاس كله، على بو عجارة، على الطلعه الصغيره، على درب الميتر، على شنو تيقولوا له لا ننسى شي حاجه، وتيبقى دايز على المدينه كلها مع الملحون. داكشي التضخيم انا مازال تنسمع داكشي عندي، وكان وتنسمع بوزوبع، كان بوزوبع ايوا هادشي كله كان كما قال كان يعني ماشي. ولكن انا تعجبني كما قلت لكم تنهبط في ربيع المغرب تنبروفيتي اول حاجه تنديك تنهبط تنوصل لغدا مثلا، وصلت في الصباح لغدا تنهبط للمدينه القديمه، ما نقدرش ما نهبطش مسقط الراس سبحان الله. فوالا وصلت عندي شفتي هي هذه غريبه ديالنا الهله، باش ندخلها للفران ونطلقها من بعد بحول الله. النتيجه النهائيه شفتيو ما شاء الله ما شاء الله غريبه ديالنا كيفاش جات تبارك الله ما شاء الله. رانا مازال لا اله الا الله محمد رسول الله وتن كملوها شفتيو ما شاء الله كيفاش دايره. ما شاء الله ما شاء الله شفتي فوالا هادي هي غريبه ديالنا البهله كيف ما درناها مع بعضياتنا. نمشي نصلي الله يقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم نسالي وندوزو نديرو نحطو الصوينيه ونتولو ونشوفو غريبه ديالنا البهله.